أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات انت تسأل وعالم بها الاحتراف يجيب أحد الإخوة أو الأخوات يسأل طريقة إخفاء الصور والملفات في الحاسوب طبعا هنالك عدة طرق للاخفاء ولكن أنا أنصح بهذه الطريقة هي الأسهل والأفضل والأقوى طبعا هنالك برنامج هذا البرنامج برنامج مجاني راح يتم إرفاقه مع هذه المحاضرة آه هذا البرنامج آه نصبه طبعا تنصيبه جدا بسيط جدا سهل خطواته سهلة next يعني next راح نصبها امامكم حتى تشوفوه مثل ما تلاحظون نيكست 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 وانتهى كل شيء طبعا راح يطلب من عندنا ريستارت انا ما احتاج الريستارت هذا البرنامج انتهى جيد الان بعد ما نصبنا البرنامج راح نفتح البرنامج طبعا انا اللي فاتحه مسبقا فمخلي باسورد انتم راح يطلب من عندكم هنا باسورد واعاده كتابه الباسورد انا راح اكتب الباسورد اللي خليته مسبقا ومن ثم لوج ان طبعا راح يفتح عندي هذه الواجهه واجهه كلش بسيطه بامكاني من أنا اضغط واختار ملفات وبامكاني ان اختار الملفات من أنا بشكل مباشر اسحبهن وادرجهن بداخل البرنامج بشكل مباشر الاحظ ان الملفات راح يختفل طيب الان اريد افتحهن فقط اي ملف انا اريد افتحه فقط من أنا اغير الحاله من اوبن الى ان اوتوماتيكيا راح يرجع وطبعا راح يفتح لي يستعرض ليه بشكل مباشر اذا اجي هنا انا مثل ما تلاحظون وطبعا هنا انهايد وطبعا بامكاني انه استعرض الملفات اللي انا خفيتهن وطبعا مثل ما تلاحظون انه تم استعراض جميع الملفات وطبعا تم فتح والغاء الاخفاء طبعا هذا ابسط وافضل برنامج لاخفاء الملفات ان شاء الله تكون هذه المحاضره سهله ومفيده وإذا عندكم سؤال آخر بإمكانكم أن تكتبوه بالتعليقات وراح نجاوب إن شاء الله من خلال المحاضرات القادمة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى